بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم أبنائي الطلبة في حلقة جديدة عن رياضة الجمباز والمهارات الخاصة فيها. مقدمتنا اليوم عن لعبة الجمباز أن هناك فوائد لرياضة الجمباز وهي عديدة لرياضة الجمباز، وهي أن الجمباز تساعد على تحسين مرونة وتوازن وقوة الجسم، كما تحسن من صحة الهيكل العظمي للإنسان وتنمي عضلات الجسم، وبالتالي تقلل من فرص الإصابات التي قد يتعرض لها لأنها تعمل بشكل دائم على تنميته. أما بالنسبة عن جهازنا اللي احنا بنستخدمه في درسنا اليوم اللي هو جهاز الحركات الأرضية، معلومتنا اليوم أن هناك عدة مهام لحكام جهاز الحركات الأرضية، وهي 1- احتساب حركات اللاعب الصحيحة وما هي صعوبتها، 2- احتساب أخطاء اللاعب أثناء أداء جملته الحركية، 3- إعلام رئيس الجهاز في حال خروج اللاعب خارج حدود الجهاز، 4- احتساب الوقت الذي قضاه اللاعب في أداء التمرين. الهدف من درسنا اليوم هو تطبيق المهارة السابقة اللي أخذناها في الحصة الماضية، ألا وهي مهارة الدحرجة الخلفية المكورة بالشكل الصحيح. بالنسبة لمهارتنا اليوم أداء الدحرجة، تطبيق العملي لأداء الدحرجة الخلفية المكورة عن طريق في البداية عن طريق مستوى مائل علشان يساعدني لأداء المهارة بالشكل السليم. أول شيء سوي تكور، وضع الكفين أمام الجسم للاندفاع للخلف، وضع الكفين بجانب الرأس مع الحفاظ على الجسم متكور لغاية الوصول لوضع التكور على القدمين. نشوف الفيديو من زاوية ثانية، الطريقة الصحيحة نرد نكرر من التكور الكفين أماما على الأرض للاندفاع للخلف، وضع الكفين بجانب الرأس لغاية الوصول لوضع التكور على القدمين. الفيديو الثالث أيضا يوضح لي أداء المهارة بالشكل الصحيح، من التكور وضع الكفين على الأرض الاندفاع للخلف مع وضع الكفين بجانب الرأس لدفع الأرض للسماح للرأس بالمرور لغاية الوصول لوضع التكور. بعد ما أخلص من المستوى المائل اللي يساعدني في الاندفاع، أبتدي أسوي نفس المهارة على الأرض علشان أشوف مدى التطور في أدائي للحركة مع الحفاظ على الجسم متكور في الحركة كلها كاملة. نصل حق المعلومات العامة عن رياضة الجمباز حق حلقتنا مات اليوم. راح نتكلم عن جهاز الحركات الأرضية، من شنو ينصنع أو ما هي مكوناته. جهاز الحركات الأرضية عبارة عن مجموعة من ألواح خشبية توضع بجانب بعضها البعض، يكون أسفلها العديد من النوابض أو سبرينجات. أما الطبقة العلوية التي تكون فوق الألواح الخشبية هي عبارة عن بساط مصنوع من مادة خاصة ما بين الفلين والمطاط. في الختام درسنا اليوم تمكننا ان احنا نتعرف على فوائد رياضة الجمباز لجسم الانسان، مهام حكام جهاز الحركات الارضية، كيفية تطبيق مهارة الدحرجة الخلفية المكورة، مواصفات ومكونات جهاز الحركات الأرضية. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. مع السلامة. السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. شلونكم؟ شو أخباركم؟ طيبين إن شاء الله. اليوم بنتكلم عن معلومة جديدة ومفيدة ومهمة في نفس الوقت. اليوم بنتكلم عن مشروبات الطاقة والقهوة والكافيين اللي فيها. أول شيء نتكلم عن الكافيين. الكافيين هذا موجود في القهوة، في مشروبات الطاقة، في الكاكاو وفي الشاي. هذا الكافيين شنو يسوي؟ الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي،
الجهاز العصبي المركزي إذا تحفز يرفع من نبضات القلب ويضخ دم، فأنت شوية تشعر بالحيوي، يرفع من نبضات الاختصار. الكافيين شنو يسوي بالجسم؟ إنزين، حق إحنا عمرنا، هل الكافيين زين ولا مو زين؟ التوصيات تقول إن الأشخاص اللي تحت 18 سنة لازم يتناول نسبة كافيين جدا قليلة، تقريبا 80 جرام كافيين باليوم. الكافيين هذا موجود في مشروبات الطاقة مثل ما قلنا، ومشروب موجود في القهوة. إنزين، هل هذا الشيء زين ولا مو زين حق عمرنا؟ بشكل عام مو زين. ليش؟ لأن إحنا ممكن نسيء استخدامه، ممكن أصلا نشربه بشكل مفرط، فيؤدي إلى ارتفاع في نبضات القلب، يمكن يؤدي إلى خلل في الدورة الدموية، وأيضا يؤدي إلى صداع، ويؤدي إلى زغللة في العين. زين، شنو أفضل الأشياء اللي أسويها عشان أمارس يومي بنشاط وحيوية بدون ما أشرب مشروبات الطاقة ولا أتناول الكافيين ولا القهوة؟ أفضل شيء تسويه بعد الريوق إنك تأكل لك تفاحة. التفاحة فيها سكريات، السكريات هذه راح تدش بجسمك وتتحول إلى طاقة، فتشعر بالحيوية والنشاط، ما راح تحتاج لا كافيين ولا قهوة ولا تحتاج مشروبات طاقة. في الختام، ابتعد عن مشروبات الطاقة والقهوة في عمرك، لأنها مو مفيدة لك وممكن تسبب لك ضرر على المستوى القصير والبعيد. نشوفكم على خير في حلقة جديدة ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.